يوم الاثنين للخميس في القيروان على الحياة FM وفي تونس الكبرى على راديو بلاتين. سانتي 5.5 صحتك بالدنيا. ساعات تبدأ كلغبك في الدم، ثم ريحة خائبة في فمك، هذه من الأعراض التهابات اللثة. هذا وأكثر بش يكون موضوعنا بعد بشوي. اليوم في ألو دكتور باش نحكيو على الالتهابات في اللثة، شنو الأسباب متاعها، كيفية العلاج والوقاية كيفاش تصير. هذا وأكثر باش يكون حديثنا مع الدكتور وجدي غنام طبيب أسنان. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 35 120. نلاقوكم في الموعد اليوم مع رحيم 10 متاع الصباح على الحياة فين. سانتي 5.5 صحتك بالدنيا. هذا اللي يستنى فيكم من بعد بشوية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. ثوازيام جورني دو لا سوسيتي تونيزيان دو ميديسين تروبيكال دو فواياج. هذا موضوعنا توت سويت في أجندا سانتي. أجندا سانتي. Le 11e cours militaire international de médecine tropicale et de voyage, la 3e journée de société tunisienne de médecine tropicale et de voyage, c'est officiel. هذا باش يكون بتاريخ 25/9/2022 بتونس العاصمه. هذا نعاود نذكركم انه كي تدخلوا على الباج اوفيسيال فيسبوك تلقاو اكثر التفاصيل. هذا مع الباتروناج من تحت اشراف وزاره الدفاع الوطنيه الى سوسيتي تونيزيان دو ميديسين تروبيكال اي دو فواياج الى فاكولتي دو ميديسين دو سوس. اليوم سنه باش يكون نيتيم الكوفيد 19, fièvre europique, grossesse et voyage, diabétique, voyageurs, mission policière, coopération civilo-militaire, heather, vaccination, heather ou acteur taqaoum, fait la troisième journée de la Société tunisienne de médecine tropicale et de voyage. Hello, salabi, comme n'est-ce le col, à la radio Al-Hayat FM.